بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كملي مع كورس البينت لاب. ما تنسوا إنه هاي الدورة مدعومة من أكاديمية معاري، معاري أكاديمي. إن شاء الله أي واحد راح ياخذ معي كورسات حاطي شهادة منها طبعا، وهي شركة أنشأناها بكندا. طيب، شو قصة اليوم؟ تعلمنا كيف نفوت على اللاب هاب على الويب سايت، وكيف نعمل داونلود مانيولي ونخترع فولدر ونحطه ونعمل الوين اس سي بي وننقله على الدايركتوري تبع البينت لاب. طبعا في قصه اسمها اي شير 2، تولز عاملين لك اياها عشان تريح نفسك وتقدر تنزل التول اللي بدك اياه. طيب، احنا المحاضره الماضيه عملنا ابجريد، وهذا الابجريد برضو كان نفعنا في الاي شير 2 عشان عمل له انيبل للاي شير 2 فيها كتول موجوده، مش مطلب منك انك انت اصلا تنزلها، بس مجرد ما عملت الابجريد امورك تمام. طبعا الابجريد اللي عملناه كان محتاج يكون في انترنت عندك. جميل جدا. طيب، كيف مثلا بستخدم؟ اول شيء انا بنصح ان نفوت على البينت لاب عن طريق بوتي او عن طريق سكيور سي ار تي او تيراتيرم حسب ما بدك. انا مبدئيا لهلا عندي بس البوتي، هقول له تمام، هقول له 188.188.188.18. اوكي، اللي هي شو؟ 18 اللي هي مكانة البينت لاب اللي عندي اياها اللي اخذتها انا دايناميكلي هي. اوكي، فهقول له اوبن، هقول له روت وبينت بي ان اي تي على الديفولت شغالين. طبعا بنصحك تغير الباسورد، اوكي، بس انا عشان السهوله. طيب، قول له كلير، بس خلينا ننظف الشاشه. عفوا، كلير. اوكي، طيب شو الاي شير؟ بقول له هلا بدي اعمل بحث انا على الايميجات اللي عندي اياها. عندي اي شير 2، قال له سيرش. طيب قول لي سيرش شو؟ بدك بن ولا بدك بالكيو اي ام يو ولا بدك بالداينامكس؟ انا هلا موضوعي بالكيو اي ام يو. كيو اي ام يو، قلنا كيو اي ام يو اختصار لكويك ايميوليتر. طيب لو قلت له سيرش كيو ام يو وعملت له انتر، حيطلع لي كل الايميجز اللي موجوده المفروض. فيرجن افيلبل، بعدين بعمل ابجريد للاي 2 مش مشكله. تمام، فعندي مثلا اي سير اي شير 2 سيرش، عفوا في مشكله بالسيرش بالسبيلنج تبع سيرش. سيرش اوكي، قولوا كيو اي ام يو. اوكي، فطلع لي هاي الايميجات كلها اللي كانت موجوده عندي بلاب هاب. اوكي، وين هاي موجوده؟ هتكون لو رحنا هون بلاب هاب، يونت لاب، اد اونز، بالكيو ام يو، حتلاقي ايمجز كتيره. هاي هي الايمجز، هو اللي هون طلع لي اياها. طيب، اذا دور على شيء معين بقول له اي شير 2 سيرش كيو اي ام يو، مثلا بدي فورتينت ومش عارف انا شو هي الايمج، بقول له 40. فهون بيطلع لي المفروض كل شيء ب 40. لا، ليه طلع لي هيك؟ سيرش 40. لا، المفروض طلع لي اياها. اقول له كلير. المفروض يطلع لي اياها هون، في انه طلع لي بس 40، هيك طلع لي هو كل الريزلتس اللي عندي اللي انا مش محتاجها. انا ما بدي اروح لهيك مانيولي. 40 هي هون، هذا فاير باور المفروض طلع. طب 40 نت مثلا، المفروض كان طلع. طيب سيرش، ولا مثلا وين سيرفر، عم يعني بيطلع لي الوين وين 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 هون ويندوز سيرفر مثلا هاي 2019. اوكي، طيب الرقم تبعه هذا راح نستخدمه في الداونلود. طيب لو بقول مثلا انا اعمل لي الاي اس اي، شوف عندي اي اس اي. اوكي، السيرش هون بالضبط ظهر، لازم اعمل ابجريد للاي شير اللي عندي اياها، بس مش مشكله. خلينا هلا بس نمشي موضوع الفيديو هذا.
اروبا اي اس اي مثلا، خلينا بدي انزل مثلا اي اس اي 9.1. 9.1 هذا رقمه 63. طب كيف بنزله؟ بقول له اي شير تو، عفوا، بول كيو اي ام يو و63، اعتقد 63 كان فوق. يا هون اوكي 63 مظبوط، فبقول له 63، قول له انتر، تمام، فولدر ريكويستد، بلاش عم بطلب الفولدر وبلاش عم بينزل لي اياه بطريقه اوتوماتيكيه. اوكي طيب، لبين بس ما ينزل خليني، او في هون شيت انا حطيته الاي شير، ثلاث شغلات اي شير، وعندي اكشن وعندي بارام 1 وبارام 2. بارام 1 معناتها باراميتر 1 باراميتر 2. طيب انا بالاكشن شو في عندي؟ اكشن عندي سيرش، عندي بول، سيرش زي ما سرشنا، بول عشان اسحبها، انستولد هون بشوف كل الايمجز اللي انستولد عندي، لابس وكذا، في شغلات كثير ممكن نشوفها. طب الباراميتر الاول شو ممكن احطه؟ ممكن اقول له اول، ممكن اقول له بن بالكيو اي ميو زي ما عملنا بالداينامكس بالدوكر او اي شيء هنا. الباراميتر الثاني اللي هي الرقم اللي انا حطيته، اوكي، اللي هو 63. وعندك هون مثال للاي سيرش كمان حطيته، اي شير اول بين كيو ام داينامكس، وفي عندنا مثلا مثال لإله، اي كان لازم هيك بيطلع لي بس اللي خاصه بالويندوز سيرفر الكالي المايكرو تك الفورت نت نكسس الى اخره. طيب هون بقول لي فيكس بيرميشن كوماند هاز بين ابلايد، كمان طبق لي الفيكس بيرميشن عليها. طب لو انا رحت هون بس على الوين اس سي بي اشوف شو صار عندي، عندي بس ويندوز سيرفر، اقول له ريفرش، رايت كليك ريفرش، قول له ريكونكت مثلا، اوكي، فصار عندي اي اس اي 9.1.5، لا اخترعت ولا شلت ولا حطيت. اللايف سيرش كثير مفيد، بس طبعا بده يكون في عندك انترنت عشان تقدر تشيله. اوكي فلو بدنا ناخذ مثلا كمان مثال ثاني، خلينا نعمل مثلا ل 40 40، نشوف شو الرقم اللي عنده، قول له كلير، قول له اي شير سيرش يو اي ام يو 40 اي شير سيرش كيو اي ام يو 40. ماله زعلان؟ طيب قول له اي شير 2، عندي 2 عفوا، المفروض كان يطلع لي 40 بس صار في مشكلة بهاي، بس مش مشكلة، كان اطلع هيك نشوف بال 40، ما هو اصلا حط لي ابجديا 40 هذا فاير باور، اوكي 40 هذا انالايزر، لا اف جي تي، اف جي تي يعني فاير وول، ال 7 ممكن عندي اياه، عندي شيء اعطيني بدي 6.4 اف جي تي 6.2 6.4 هاي 4 6 رقمها 3 5 3. طيب هي هون 3 5 3 ماشي، طلع اعطيني اياه، قول له اي شير 2 فول كيو اي ام يو 3 5 3. فولدر ريكوستد، وبلش كمان ينزل لي فيها. طبعا طريقة أضبط وأسهل لإلك، أنا نزلته في اكس بيرميشن، خليني أروح على الوين اس سي بي أشوفه، أقول له ريفرش بورتيجيت، هون صار عندي. طيب هل هني موجودين عندي أصلا باللاب؟ أكيد. هل هو عمل ريفرش فيها؟ لو عمل النود هلاقي هون في عندي لا بده ريفرش، بس اعطي ريفرش، كله نود، اوكي صار في عندي ال 40 وصار في عندي اي اس اي سيسكو اس اي كمان، لو طلعت سيسكو اس اي خلي على الديفولت تبعه، قول له اوكي سليا مثلا هون،
بحب أعمل وايب. لو قلنا أوكي هذا الأمور تمام، المفروض يعمل بوتينج أب ويشتغل معي، بيعمل طبعا أنباكينج تبعه. وكذلك كمان لو حطينا الفورتي، وين فورتي؟ فورتي جيت هي الإصدار اللي عندي إياه، بيشتغل على 1 جيج عادي. قول له سيف كمان برضو، وايب ايوه بس بعملها اول مره لانها بتمسح كل الاعدادات. خلينا نشوف هون شو صار معي بالاي سي ستارتنج نتورك، خلي بده شويه وقت. طبعا فورتي اسرع المفروض. لوجن هون ادمن، الباسورد ما في فاضي، ولا حط نيو باسورد 123 123. ايه شغال فورتي اموري تمام اوكي، والاي اس اي برضو كمان المفروض شغال اموري فيه كمان تمام اوكي عم بيشتغل. طبعا الاي اس اي بده شوية وقت خاصة من 9 سيريز، ال 9.0 سيريز، فبده شوية وقت بس أموره تمام شغال. فهي استخدام الآي شير، فهذا اللي بدكم إياه تعملوه بأي شيء بنصحكم فيه بالآي شير. لا أنت بتخترع فولدر ولا شيء، هو المسميات هو بيطلع لك. يعني أنا بخاف من المسميات هاي، هاي المسميات مرات بيغلطوا فيها العالم، بقول لك أنا ما بعرف ليش عندي ما عم بيشتغل الإيمج، بتطفي بتضوي عشان هذا الكلام. أوكي إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، نشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.